وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج وأيضا هيئة الرقابة المالية بيبحثوا مع بعض فرص زيادة استثمارات المصريين بالخارج. بالمناسبة دي حاجة مهمة جدا، بس لازم نفهم بالظبط يعني إيه استثمارات المصريين في الخارج وزيادة فرصها هتبقى إيه وإيه أنواع الاستثمارات اللي ممكن تبقى مطروحة إلى آخره. خلونا ناخد معانا على التليفون ولأول مرة في برنامجنا التاسعة ست السفيرة معالي الوزيرة سهى جندي وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج. أهلا بيك يا فندم. اهلا بحضرتك يا فندم. ربنا يخليكي. سيادة الوزيره، يعني مهم عندنا الاول نفهم المفهوم بتاع كلمه المصريين في الخارج في اطار الاستثمار، هل هو المصري المقيم لاجل العمل ولا مصريين المهجر؟ والله يا فندم مادام هو اوريدي في الخارج يبقى هو معني، سواء كان مصريا في الخارج بسبب العمل او مهاجر دائم. ففي الحالتين الهجرة أو المغترب هم هيستفيدوا إن شاء الله من هذه الصفقة من المحفزات اللي احنا ناويين إن احنا يعني ندشنها قريبا بإذن الله. احنا شغالين بمنتهى الجدية. الهدف الأول إن هو يبقى فيه استفادة. حضرتك يعني شايف إن فيه أوريدي الانتماء للمصري في الخارج والمهاجر بتتضح جليا من التحويلات اللي هو بيحولها لأرض الوطن في كل ما يدخره. فأعتقد إن هذا يحتم علينا إن احنا يعني نضع المزيد من الاستثمارات اللي هو ممكن يستثمر فيها بعين الاعتبار، أخذا في بالنظر إن أوريدي الناس كانوا طلبوا مننا ده، رؤساء الجاليات وممثلي الجاليات خلال مؤتمر الكيانات اللي عقد، وده كان تقريبا أول فعالية أنا بحضرها عقب حلف اليمين مباشرة. كان في اوريدي احنا كانت وزاره الهجره منظمه هذا المؤتمر وداعيه لي مجموعه ضخمه من ممثلي الجاليات ورؤساء الجاليات في الخارج. وهذا المؤتمر كان احدى طلباته واحدى التوصيات اللي خرج بيها ان يبقى في المزيد من الدعم لاستثمارات ومدخرات المصريين عايزين يستثمروا في مستقبلهم ومستقبل ابنائهم ومستقبل احفادهم كمان. رائع جدا. ومصر كمان محتاجاهم ان هم يشعروا بهذا الامان. والله انتوا عايزين تتصلوا يعني تؤسسوا المزيد من الاتصال والتواصل مع مصر، ومصر حريصه على التواصل والاتصال وحريصه على مستقبلكم زي ما هي حريصه على مستقبل ابنائها في الداخل. طيب كويس. فهو ده اللي خلانا ان احنا نشتغل من اول يوم على، والحقيقه هذا المقترح يعني احنا مش بس شغالين عليه، احنا كمان شغالين على توصيه اخرى من التوصيات الصادره عن هذا المؤتمر واللي طالب بيها المصريين الممثلين فيه، ان احنا ننشئ شركه للاستثمار، شركه مصريه هولدنج كومباني تستثمر للمصريين في الخارج وتكون تحت اسمهم، بحيث ان هي تنشئ المزيد من الاستثمارات اللي هم يقدروا يستفيدوا بيها ويحطوا مدخراتهم فيها. وفي يعني على الوجه الاخر ان هي هذه الشركه تقدر تستثمر في المشروعات القوميه الكبرى اللي بتقام في مصر من خلال اسهم ذات عوائد متميزه برضو يتم تكون بالعمله الصعبه. فده من الناحيتين، يعني احنا مش شغالين على تو تراكس. التراك الاولاني او الاتجاه الاولاني ان هو يبقى استثمار نشتغل عليه في اطار شركه، والاخر اللي احنا بقى يعني شغالين بمنتهى الحماس عليه ان احنا نخلق نوع من التطبيقات. هذا التطبيق يبقى تطبيق تليفوني يتم كل المصريين في الخارج يقدروا ان هم يسجلوا نفسهم عليه ويتواصلوا من خلاله، ويبقى هذا التطبيق نجمع فيه كل المشروعات اللي احنا هنحط لهم ميزات فيهم
للمصريين في الخارج يقدروا ان هم يستثمروا. هل بدأ يتعمل زي حزمة من الامور او حزمة من المحفزات لاجل المصريين في الخارج ان هم يستثمروا داخل البلاد؟ يعني ملاحظ جدا انه معدل التحويلات السنة دي زايد عن السنين اللي قبل كده. متميز. فده في حد ذاته بيدلنا انطباع او مؤشر اكبر على المزيد من حماس المصريين ان هم يحولوا. حلو قوي. ايه حزمة الحوافز اللي ممكن تتقدم يا فندم في اطار تعاونكم مع هيئة الرقابة المالية؟ مش بس حضرتك بقى الرقابة، يعني الرقابة المالية احنا كنا اوريدي قاعدين معاها علشان نتكلم على موضوعين من موضوعات الاستثمار. الاولاني هو الشركة اللي احنا بننشئها واللي احنا اوريدي ابتدينا نتكلم في تفاصيلها بعد ما عرضنا على دولة رئيس الوزراء واعتمد هذه الفكرة كإحدى توصيات الصادرة عن المؤتمر، ابتدينا نشتغل مع هيئة الاستثمار فيها. فدي بقية أضلع المعادلة، يعني هيئة الرقابة المالية هي ضلع من أضلع المعادلة الخاصة بإنشاء شركة للمصريين المغتربين في الخارج للاستثمار في المشروعات القومية في الداخل وخلق برضو مزيد من الاستثمارات اللي يقدروا ان هم يحطوا مدخراتهم فيها. انما حضرتك الرقابة المالية كمان معنية بجزء من حزمة المحفزات والمشروعات اللي يستثمروا فيها اللي هتبقى على التطبيق. واحدة من المشروعات دي هتبقى المجمعة التأمينية، وجود شركات للتأمين الصحي، التأمين بشتى أشكاله للمصريين في الخارج. دي الرقابة المالية بتعنى بهذا المشروع، وده هيبقى واحد من المشروعات اللي هتخصص للمصريين في الخارج اللي هتبقى موجودة على التطبيق. مش بس كده، أنا حضرتك مش بس رحت للرقابة المالية يعني علشان نتحدث على هذه الحزمة، لا، أنا ابتديت طبعا الحزمة دي بأن أنا أتكلم على التطبيق، لأن التطبيق ده كان حلمي الحقيقة، أن احنا نعمل حاجة تبقى واحدة وتبقى أبليكيشن، تبقى الأبليكيشن دي تبقى جذابة وسهلة وتقدر توصل لكل مصري مهما كان، سواء كان في فيجي ولا في الفلبينز أو في السعودية وفي الكويت ولا في أوروبا ولا في أمريكا ولا يعني في أي مكان. فالأبليكيشن دي رحت كلمت مع السيد وزير الاتصالات عليها، وإحنا إن شاء الله بصدد إن إحنا نوقع بروتوكول عشان نبتدي على طول نشتغل على هذه الأبليكيشن. اتكلمت مع السيد وزير الإسكان على إن إحنا نخصص مجموعة من الاستثمارات العقارية. المصريين في الخارج مهتمين ومهمومين بإن هم يكون ليهم موطئ قدم في الوطن طبعا، سواء بقى كان ده في من خلال شقة في العاصمة الإدارية الجديدة أو يعني منزل للمصيف والاستمتاع مع الأهل والأصدقاء في العلمين أو في غيرها من مشروعات يعني كبرى، ونقدر ان احنا نوفر لهذا المسكن ويعني كل الاشياء اللي هي خاصه تحدثت. انا اسف يا معالي الوزير، الخط بيقطع. انا اسف. لا يا فندم، احنا الاسفين. العفو يا فندم. لا ما فيش حاجه، بس يعني انا يعني اتمنى ان هو طبعا الكلام اللي احنا بنقوله يبقى واصل للجميع. لا واصل جدا. هل كده احسن؟ كده ممتاز. تمام. زي ما بقول لحضرتك، احنا المفروض ان الحزمه دي هتتضمن الاستثمار في العقارات، وده مفروض ان احنا بننسق مع وزاره الاسكان عليه. ايضا يعني كان في حديث مطول بيني وبين السيد وزير الماليه والسيد وزير التجاره فيما يتعلق بحلم المصريين في الخارج في ان هم يكون ليهم يقدروا يستجلبوا سيارات من الخارج، وده ان شاء الله يعني ايه قريب يعني هيكون لينا كلام في هذا الموضوع. احنا اوريدي عملنا هذه الاتصالات وبنحاول ان احنا بقدر الامكان ان احنا نصل لقناعه ترضي الجميع، المصريين في الخارج وكمان ترضي الدوله، بحيث ان هم يكون في استفاده مشتركه. طبعا ده كمان الموضوع زي ما قلت لحضرتك، الموضوع بتاع شركات التأمين ده هيبقى موجود على الابليكيشن ايضا.
الموضوع بتاع احنا برضو عندنا يعني مش ناسيين ان في الكثير من العائلات من المصريين في الخارج، بالذات اللي بيجوا من الخليج بيجوا في وقت الصيف يقضوا شهرين او ثلاثة المصيف مع اهلهم هنا. واتفقنا برضو مع سيد وزير الشباب والرياضة على ان يبقى في عدد من النوادي الرياضية تقدر ان هي تديهم عضوية مؤقتة للنادي للفترة المؤقتة اللي هم برضو هيبقوا موجودين فيها. برضو كل هذه الخدمات هتبقى بالعملة الصعبة لان ده اسهل لهم بالنسبة لهم. طيب. تحدثت ايضا وكان لينا لقاء مطول ولحد دلوقتي عندنا مجموعة عمل مشتركة مع السيد محافظ البنك المركزي فيما يتعلق بامكانية ان احنا نسهل عليهم استثمار مدخراتهم في شكل ودائع ذات ربح، في شكل يعني مختلف الاشكال اللي ممكن يكون هم محتاجين، والبنك المركزي برضو يقدر ان هو يعني يسهل عليهم هذا. الحقيقة يعني كمية الجهد اللي حصلت في الفترة اللي فاتت كمية جهد كبيرة، وان شاء الله هتثمر كلها عن يعني عمل. احنا اوريدي في اجتماعات وفي لجان مشتركة بالتوازي مع كل هذه الوزارات وكل هذه المؤسسات، محاولين ان احنا يعني نسارع الخطى بحيث ان احنا نقدر نحقق نتائج يستفيد منها المصريين المغتربين ويحسوا ان يعني مصر حريص عليهم زي ما هم حريصين عليهم. طب ممكن اشارك بفكرة بسيطة متواضعة جدا؟ اتفضل يا فندم. ربنا يخليك يا فندم. لما حضرتك اتكلمتي على مسألة شركة قابضة أو هولدنج كومباني، أنا اللي بفكر فيه إنه هي ما تبقاش شركة قابضة ولا هولدنج كومباني، لأن أنا مش عاوزها تبقى شركة مطالبة بإن يبقى في عندها هيكل وظيفي كبير وبالتالي دولاب عمل ضخم وأيضا تمتلك أمور يعني لأنها شركة فهتمتلك. لكن لو إنه بنفكر نعمل، واسمحي لي لو انا يعني الاقتراح ده بسيط يعني جدا على قدي، نعمل انفستمنت فند هيبقى لا صندوق استثمار، لان احنا اوريدي شغالين على الارض في هذا الموضوع، فيعني كل ما يبقى فيه مقترح مشاركة ممكن يفيد احنا طبعا يعني كلنا لا يا فندم انا اتشرف والله مفيد. اللي بفكر فيه انه يتعمل صندوق استثمار يا فندم، هذا الصندوق يبقى شغال بانه عنده كابيتال جارنتي. صندوق الاستثمار لو اسسته هنا الدوله اي وزيره او وزاره الدوله للهجره زائد الوزارات المعنيه وعملنا صندوق الاستثمار ده يبقى بقيم دولاريه، فلو انا يوسف مهاجر في امريكا، مهاجر بمعنى كلمه مهاجر بقالي 30 سنه وفلان الفلاني صاحبي التاني بيشتغل مثلا في دولة خليجية إلى آخره، هنا أصبح مغترب، والتالت بيدرس منحة دكتوراه في إنجلترا على سبيل المثال، إحنا كلنا نقدر إن إحنا نستثمر في هذا الصندوق بعملات زي الدولار أو اليورو، وأنا عندي كابيتال جارانتي. طب الصندوق بيستثمر في إيه؟ الدولة خدت اتجاه بتوجيه من الرئيس إنه زيادة مشاركة القطاع الخاص، أنا عندي بالفعل شركات مملوكة للدولة ومصانع كبرى وما إلى ذلك. الصندوق هيخش ياخد نسب من هذه الشركات، فأصبح هنا الصندوق بيستثمر في شركات الأعلاف وفي شركات الدواء وفي شركات الأسمدة وشركات الغاز الطبيعي إلى آخره، فأصبح في عندي كيان ضخم اسمه صندوق استثمار للمصريين في الخارج، وأصبح لي كابيتال جارانتي لأنها شركات بالفعل موجودة وكبيرة جوه الدولة، وأصبحت المشاركة فيها هي مشاركة بالمساهمة، فالسهم يساوي كذا دولار أو ما يقابلها باليورو، فأنا هنا عمليا أصبح في عندي عائدات دولارية بتخش لي كصندوق استثمار أو مشاركات دولارية، ولما باجي بوزع الأرباح برضو بوزع الأرباح ساعتها بالدولار أو باليورو. في الحالة دي هتقلل الحمل اللي على الشركة اللي هي الهولدنج كومباني، ما أصبحتش شركة، أصبحت صندوق استثمار بيديروا مجموعة بقى من العقول اللي مصر مليانة بيها يعني. تمام.
بص حضرتك، احنا يعني وي ار نوت اوفر رولينج زي ما بيقولوا الامريكان، يعني احنا مش بنقول ان هذه الفكره مرفوضه، بالعكس هذه الفكره يعني واضح ان حضرتك زي ما فكرت فيها في بعض الجهات بعينها كويس. يعني متحمسة لفكرة شبيهة باللي حضرتك يا بتقوله ريت ده. يا ريت. فهو حضرتك احنا في مرحلة الدراسة وبنحاول ان احنا نصل لأفضل الأشكال اللي هي توفر الاستثمار دون برضو ان احنا يكبله بالمزيد من المصاريف الإدارية والعوائق صحيح. وكده، وخصوصا ان احنا عارفين ان موضوع اللي هي الاستثمارات التحفيزيه اللي احنا عاملينها في الباكج اللي احنا هنحطها على الابلكيشن دي حاجات كويك امباكت، دي حاجات سريعه وهتتعمل على طول واوريدي موجوده والمشروعات موجوده وهنوظفها لهم وهن ايه يعني هيفرق بس في المعامله الماليه اللي هيتعاملوا بيها، هتبقى معامله تفضيليه يعني. صحيح انما صحيح. انما موضوع زي الشركه ده مفروض ان هو هياخد يعني وقت اكبر، طبعا واحنا حريصين على ان هو ما ياخدش وقت طويل، والا يبقى الهدف اساسا اللي احنا بنحاول ان احنا نعمله علشانه، وهو ان احنا نستثمر لهم فلوسهم زي ما هم طلبوا، يبقى احنا بنفقده. فالفكرتين سواء الصندوق او الصندوق الاستثماري او الشركه، الاثنين مطروحين على الترابيزه، والاثنين مطروحين على الترابيزه، والاثنين ليهم مؤيدين. حلو. فيعني احنا يعني اوعدك بان فكره حضرتك اوريدي يعني جاري دراستها، وجاري دراستها بمنتهى الجديه. طب الحمد واحنا لله. في الاخر هنحط كل الميزات بتاعه كل مقترح والعيوب، او يعني اللي هي مش ميزات قوي، اللي هي تقلل من فرصه، وفي الاخر هيبقى اللي هنشوف ان هو يحقق الفايده صحيح المرجوه هو ده اللي هيغلب ان شاء الله. صحيح صحيح. الف الف شكر ليك يا معالي الوزيره، ونتمنى نلتقي كتر خيرك يا قريب فندم. حقيقي، يعني يهمنا ده جدا. اشكرك مره يا تانيه سيدني يا فندم، الشرف لينا يا فندم. الف الف شكر ليكي معالي السفيره سهى جندي، وزيره الدوله للهجره وشؤون المصريين بالخارج. طب والله انا فرحان جدا انه الفكره بتاعت الانفستمنت فند دي في يعني جهات كتير في الدوله بتفكر فيها، هتبقى حلوه. خد بالك، تخلي الصندوق ده لما يدخل مثلا ايه، يستحوذ على مش عارف 5% في الشركة العلانية، 10% في المصانع الترتانية، 15% في مش عارف مجمعات كذا، كل الحاجات دي. انا في تصوري بالحمد لله الحمد لله الحمد لله بالكيرف الصاعد لتحويلات المصريين في الخارج اللي بتعكس بالتأكيد مدى ثقتهم في الاقتصاد المصري، انا في تصوري الصندوق ده هيقدر يحقق حجم استثمارات ضخم جدا، ومن ثم عوائد عاليه جدا. انت شايف كم الاقبال على الاستثمار في الشركات في مصر عامل ازاي، سواء اذا كانت شركات موجوده او شركات ناشئه، انت شايف الحجم عامل ازاي؟ تخيل نعمل صندوق استثمار بهذا الشكل، يا رب.